منذ انطلاقه عام 2010 لم يتجاوز الإعلام التلفزيوني الناطق باللغة الأمازيغية في المغرب إشكالاته المتعلقة أساساً بتقعيد اللغة الأمازيغية وتأهيل البنيات التحتية بشكل يواكب تطور الإعلام بالمغرب. ننتج داخلياً ما يفوق 20 برنامج أسبوعي، وهذا في حد ذاته مجهود كبير. فيما يخص الإنتاج الخارجي كذلك عن طريق طلبات العروض كما تعلمون، إنتاجنا الخارجي متنوع وعصري وهادف. من ناحية الإنتاج ما كاينش هذا النقاش، من يقول هذا أقول له ليس صحيحا ما تظن أو ما تعتقد. ننتج كما هائلا من الإنتاجات الأمازيغية 100%. خلصت دراسات إلا أن عوامل الهوية والخصوصية المغربية من دعامات الإعلام الأمازيغي، لكن ظلت إشكالية توحيد اللغة عقبة قائمة. عندما نتحدث عن الأمازيغية والتلفزيون فالأمر يتعلق بوعاء سمعي بصري 50% منه هي خيال، هي فيكسيون، والباقي 50% هي واقع. وبالتالي لا يمكن أن ندرس الأمازيغية فقط في الجانب المكتوب ونترك هذه الفنون وهذه التمثلات المختلفة التي تظهر في الأفلام والمسلسلات والوثائق السمعية البصرية المختلفة. يعتقد باحثون أن تطوير الإعلام الأمازيغي مرتبط بتطوير الشعور بالهوية الأمازيغية لدى المواطن المغربي وتعزيز ارتباطه بقضاياها الحقوقية والعرقية.